هذا ووضعت مصالح الأمن الوطني مخططا أمنيا لفرض حظر التجوال في إطار الحجر الصحي الجزئي بالعاصمة. المخطط يشمل توسيع إجراءات الردع من خلال إيداع سيارات المخالفين لقوانين الحجر الجزئي للمحشر لمدة 30 يوم مع تسديد غرامة مالية. عمل أفراد الشرطة تضمن أيضا حث المواطنين على التقيد بتدابير الاحترازية للحد من انتشار الوباء واحترام إجراءات الحجر الصحي. تنفيذا للمرسوم التنفيذي رقم 2086 المؤرخ في 2 أفريل 2020 المتعلق بتمديد إجراءات الوقائية التكميلية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 وبالأخص عمالا بالقرار الولائي الصادر عن والي ولاية الجزائر رقم 1974 المؤرخ في 6 أفريل 2020 المتضمن السحب الفوري لرخص السياقة وكذا الوضع الفوري في المحشر، حيث جاء هذا القرار الولائي بجملة من النصوص القانونية تتضمن في طياتها السحب الفوري لكل الأشخاص والمركبات الذين يخالفون الحظر التجوال وفقا للنصوص القانونية المعمول بها، وتتراوح مدة الوضع في المحشر الى 30 يوم، تضاعف هذه المدة الى الضعف في حالة العودة الى 60 يوم، مع إرغام صاحب المركبة او صاحب الدراجة على تسديد الإتاوة المالية في الحالة العادية في حالة 30 يوم، وتضاعف الإتاوة في حالة العودة في هذه المخالفة. كما يستثني هذا القرار الولائي كل الأشخاص الذين يحوزون على رخصة صادرة من السلطات المخولة لذلك للتنقل خارج أوقات الحظر التجوال، وتبقى مصالح أمن ولاية الجزائر مجندة بكافة إمكانياتها المادية والبشرية للصحة على راحة وأمن المواطنين حفاظا على صحتهم وصحة الآخرين.